السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام في أول الفقرات، لدينا فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تكتظ السجون الحكومية بعشرات الآلاف من السجناء والمغيبين قسرا، وتتضارب الأرقام حول أعدادهم الحقيقية. فعقب الاحتلال الأمريكي سيطرت العشوائية على نظام الاعتقال والمحاكمة والتحقيق، فضلا عن اعتماد المخبر السري وبقاء أعداد من المعتقلين دون محاكمة، بالإضافة إلى استغلال السجون لتصفية الحسابات السياسية فضلا عن الطائفية. ولطالما أهملت السلطات الحكومية الأصوات المطالبة بإقرار قانون العفو العام، بالرغم من المناشدات المتكررة لذوي المعتقلين الذين استثمروا جميع المناسبات للتذكير بمظلومية أولادهم. الآن دعونا نستمع إلى هذه المناشدة التي أطلقتها والدة أحد المعتقلين بشأن العفو العام. أناشد الحكومة والذين متولين أمور الدولة والذين يسمعون أصوات المظلومين منذ 2003 وإلى 2023، كم من العوائل أصابها من مصائب، والعوائل تاهت والزوجات سابت والأولاد تشردت، وقسم منهم ماتت، والأمهات والزوجات تصرخ ولم يسمع منكم أحد. وكل عام تنشرون سوف نزف لكم فرحة، والفرحة تنقلب إلى مفاجأة مأساوية، وتلهون الشعب بالمصائب حتى لا يأخذ حقه. إلى متى ينتظر الفرح منكم؟ والتاريخ يسجل صغيرة وكبيرة، وأولادنا ينتظرون الفرح على جمرة من نار. هل منكم الرشيد يرشد العراق إلى الحق والسلام، ويرجع المظلومين إلى أهلهم سالمين؟ أسأل الله الكريم أن يكرمنا بحق شهر أشهر الحرم، وخاصة نحن في شهر رجب، أن ينزل علينا فرحة من السماء تفرح بها الشعب العراقي وترجع هيبته مثل باقي الدول، ولم يبقى في السجون أي مظلوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نبقى مع نفس الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. طبعا كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا مسربا لمجموعة من المعتقلين داخل سجن التاجي، وهم يناشدون لإنقاذهم من ممارسات إدارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبالغ تصل إلى 1.5 مليون دينار عراقي. طبعا سمع في المقطع أصوات مجموعة من السجناء الذين حاولوا عدم الكشف عن وجوههم، وهم يوجهون نداءات لإنقاذهم من معاون مدير السجن المدعو أحمد حسن. قال أحد السجناء بصوت عال وهو يجهش بالبكاء: أهلي يجيبون إلي كل شهر 50,000، منين إلي أخذ مخدرات؟ وجاء صوت أحدهم قائلا: يتاجر بينا عمي، يتاجر بينا. دعونا الآن نشاهد مشاهدينا الكرام المقطع الذي تم تداوله. خبرنا احمد حسين الله لا يوفقه، احمد حسين قاف ثلاثه المعاون اوفنا الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. وحقا يمين الله يبذانه بهدلنا احمد حسين، وحقا بكلام الله كلام غيرتك احمد حسين.
مشاهدينا الكرام، دعونا نعرض لحضراتكم بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. مريم تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، كل السجون هيج، ترى مو بس سجن التاجي، كلها فلوس وتجارة حتى المراكز. أحمد يقول: سجن التاجي كارثة، هواي ناس بي مظلومة وبعيدين عن أهلهم. ضمن التعليقات من حوراء تقول: وينهم منظمة حقوق الإنسان؟ مستشار رئيس وزراء لحقوق إنسان وينك؟ موجود لو لا؟ زورهم، مو مسؤوليتك السجون؟ روح شوف شنو وضعهم، شنو أكلهم، شنو شربهم، شنو من ابتزاز يتعرضون له وغلط على الأعراض، على أعراض عائلته. حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وعلى كل من ظلمهم، الله هو المنتقم، الله يفرج عنهم. ضمن تعليقات من محمد العراقي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أين من يدعون أنهم يمثلون منظمات حقوق الإنسان؟ لم تمر على العراق فترة انتهكت فيها حقوق الإنسان وأعراض العراقيين مثل هذه الفترة من 2003 إلى اليوم. الآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. يواصل منذ نحو شهرين سعر صرف الدينار العراقي التراجع، وفيما سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد، وصل سعر الصرف في الأسواق المحلية إلى أكثر من 1620 دينارا للدولار الواحد، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها. يعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق بالامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية المشبوهة أثرت على عرض الدولار في السوق، ويتم تحويل مبالغ طائلة من الدولار إلى إيران بتواطؤ حكومي وبصفقات احتيال خارج نظام السويفت الدولي، فيما ينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية تدقق الطلبات. طبعا تواجه حكومة السودان ضغوطا واسعة بسبب الانخفاض المتواصل في سعر صرف العملة المحلية، إذ بدأ الحديث عن عودة التظاهرات الشعبية وانطلاق جولة جديدة من الاحتجاجات، ويواصل العراقيون تحشيدهم لانطلاق تظاهرة كبرى يوم غد أمام البنك المركزي للمطالبة بإعادة سعر الصرف إلى سابق عهده. دعونا نشاهد هذا المقطع من محافظة واسط. ندعو جميع أبناء الشعب العراقي لمظاهرات حاشدة من أجل خفض سعر الدولار أمام البنك المركزي يوم 25 المصادف يوم الأربعاء إن شاء الله. بالنسبة لمحافظة واسط راح يكون التجمع في فلكة تموز الساعة 7 الصبح يوم 25. نستمر مع مقاطع الدعوات للتحشيد مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر. أثارت الحملات الاستعراضية الحكومية باعتقال عدد من أصحاب مكاتب الصيرفة في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد واتهامهم باحتكار تصريف العملة، أثارت هذه المسرحية جملة من التساؤلات حول مدى قدرتها على مواجهة الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وسط التغافل عن عملية غسيل الأموال وتهريبها إلى إيران وسوريا ولبنان عن طريق جهات متنفذة ومعروفة لدى الحكومة. طبعا شكك عراقيون بجدوى تلك الإجراءات الحكومية في كبح جماح الدولار مع ارتباط الأزمة بملف تهريب العملة إلى إيران وفرض البنك الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي إنشاء منصة إلكترونية لوقف تهريب الدولار إلى الدول الموضوعة على اللائحة السوداء. بدورهم طبعا واصل الناشطون والمتظاهرون في محافظة بابل توجيه الدعوات للعراقيين للنزول في تظاهرات ستقام وتنطلق يوم غد وعدم الالتفات للمسرحيات الحكومية التي تحاول حكومة الإطار تنفيذها للحيلولة دون خروج التظاهرات. لنشاهد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نداء إلى أهالي شمال بابل والمتمثلة بقضاء المحاويل ناحية الإمام جبلة الإسكندرية والمسيب، نقسم عليكم بكل ما تؤمنون به وندعوكم للخروج والنزول من أجل حقوقكم وحقوق عوائلكم المسلوبة والتي سببها ارتفاع سعر صرف الدولار والذي أثر سلبا على معيشتكم وقوتكم، حيث ارتفعت جميع أسعار السلع والبضائع إلى ضعف سعرها السابق. أما آن الأوان أن نترك السكوت ونخرج متوحدين متكاتفين بمد بشري
باتجاه البنك المركزي لإرغام الجهات المعنية لخفض سعر صرف الدولار وإيقاف تهريب العملة وإنعاش الدينار العراقي، حيث سيكون النقل مجاني وسيتكفل بذلك اللجنة التنظيمية للتظاهرات، وسيكون التجمع المركزي لشمال بابل أمام تربية المحاويل يوم الأربعاء المقبل الساعة 7:30 صباحا. نستمر مع هذه المقاطع مشاهدينا الكرام في نفس الموضوع. بينما يعيش العراقيون حالة من الترقب والقلق بسبب تداعيات انهيار سعر صرف الدولار أو سعر صرف الدينار العراقي، والذي أثر سلبا على عدم استقرار حركة السوق المحلية وسط عجز حكومة السودان من تخفيف معاناة المواطن، بل لجأت عبر الإطار التنسيق الداعم لها بالترويج لمخطط ومؤامرة أمريكية من أجل تزييف الحقائق، يرى مراقبون أن الشارع العراقي يعيش حالة من الغضب، مما يدعو إلى تجدد التظاهرات للإطاحة بحكومة السوداني. ووصف المراقبون الحلول التي قدمتها الحكومة في مواجهة هذه الأزمة بالحلول العشوائية وغير المدروسة، ومضيفين أن السلطات المالية في العراق ما زالت عاجزة عن تحقيق التوازن في السوق وتقديم الحلول الاستراتيجية اللازمة لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. عبر ناشطون من بغداد عن غضبهم بعد إعادة علي العلاق لإدارة البنك المركزي، عدين هذه الخطوة بالفاشلة ومؤكدين نزولهم للتظاهر يوم غد الأربعاء. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام قبل أن ننتقل إلى التغريدات. إلى شعبنا العراقي الذي دعوا ننتظركم يوم الأربعاء 25/1/2023 الساعة 12 ظهرا لإعلاء صوتنا أمام البنك المركزي العراقي بإضافة ارتفاع سعر الصرف المالي من أثر مباشر على الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع العراقي لرفض تهريب العملة والسيطرة على المنافذ الحدودية والمطالبة بتقوية الدينار العراقي من خلال دعم الزراعة والصناعة المحلية وتشجيعها. عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! مشاهدينا الكرام، وردت بعض التغريدات بشأن هذا الموضوع تحت وسم الإطار يشنق الشعب بالدولار. مالك يقول: الإطار يهرب العملة الصعبة لأسياده بالخارج والتي أوصلته للسلطة، بمعنى يسدد ما بذمته من دين. بتول تقول: قضية الدولار بيد الإطار وأحزابهم العميلة ومصارفهم المختصة بتهريب العملة وغسيل الأموال، كل ذلك لإرضاء أسيادهم من الخارج. قاسم يقول: الإطار يشنق الشعب بالدولار، التبعية والولاء المطلق للخارج والوصول لهذا المستوى المتدني مرض لابد من استئصاله. بتول التميمي تقول: والله الإطار يريد تركيع الشعب وإذلاله، ويريد تجويع الشعب من خلال الدولار. إلى متى سيستمر خداعكم وكذبكم على الشعب؟ معنا الآن السيد أبو أيسر من تركيا. تفضل يا أبو أيسر، حياك الله. مساء الخير أستاذ. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ. بالنسبة للدولار، هاي أمريكا هي وإيران متفقة على هذا الموضوع في سبيل إذلال العراق وتهريب الأموال كلها لإيران، حتى لأن إيران محاصرة على أساس من قبل أمريكا. بس أمريكا تعرف أنه هي إيران عميلة إلها وتنفذ ما يريدون من عندها. طيب بس أفهم منك نقطة أبو أيسر، شلون أمريكا فارضة أو متفقة مع إيران على تهريب الدولار، وهي تفرض عقوبات على مصارف عراقية بتهمة تهريب العملة إلى إيران؟ أستاذ أنا وياكم العادي، شلون يخلون الشعوب تصدق بيهم؟ هم يخلون الشعوب خاصة الشعب العراقي يصدقون أنه على أساس هم ضد إيران، أمريكا ضد إيران وكذا وكذا، ويسوون حصار وكذا. ليش ما يخلون الزراعة بالعراق؟ ليش ما يخلون الصناعة بالعراق؟ ليش ما يخلون يكتشفون هاي الآبار اللي موجودة مال الغاز حتى ينتجون منها كهرباء وغيرها؟ ما يريدون العراق يصير براسه خير، لأن هناك هواية ديون موجودة تابعة لإيران لتشتري الدولار وتهربه. لكن سيد أبو أيسر، أليس من الطبيعي أن يخضع العراق لنظام سويفت العالمي بتداول العملة، بتداول الدولار، عن طريق أن يتم تدقيق هذه الأموال إلى أين ستذهب، من الجهة التي ستستفيد منها؟ يعني الموضوع بالعراق قبل هذه العقوبات اللي فرضها الفيدرالي الأمريكي مفتوحة،
والعملة تذهب إلى إيران وإلى لبنان وإلى سوريا بشكل وإلى اليمن حتى بشكل طبيعي جدا وسلس. لم يكن العراق يخضع إلى هذا التدقيق الدولي بشأن الدولار الموجود وإلى أين سيذهب. طيب ليش ما تعتبر هذه الخطوة إيجابية من ناحية السيطرة على هذه الأموال؟ هم كلهم ديول يا أستاذ، كلهم ديول، وحتى الشعب العراقي يعرف أنت قد أكو شركات قبل الدولارات، قد أكو شركات وهمية دخلت في العراق وجعلت هواية صفقات وأخذت فلوسها وهي كلها وهمية. وين راحت هاي الفلوس؟ راحت لبنان وعبرت الإيران. هم فقط يريدون أنه باسم الحصار بس يهربون لهم عملة يمشون وضعهم الاقتصادي. طيب شكرا جزيلا سيدة أبو أيسر من تركيا، وصلت الفكرة. معنا السيدة أم وسام من الطارمية، تفضل يا أم وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله. فلوة خالة، أنا ما أحكي على الدولار، الدولار سرد من عادي تعودنا له. بس نحكي على المساجين. فلوة روح لك يوم. تفضلي تفضلي. والله بستة كانوا رحنا للناصرية، شفنا المساجين حالتهم حالة من البرد. نعم. من البرد، حتى قمصة ما عندهم والله العظيم. وابني من ضمنهم صار بيتدرن هناك. ابني هناك بيتدرن. نعم. والله رحت يما سلمت عليه هيك يرجف يرجف من البرد، قماصل ما ينطوهم، ما يخلون قمصة للطوب، ما يخلون شيء طوب. والله العظيم يعني شنو بهدلتهم. وقعدنا بالساعة 11 ونص وصلنا احنا الناصرية، طبيناها بالليل. نعم. قعدنا يمهم. تعرضتوا أم وسام تعرضتوا إلى مضايقات من قبل السجانين؟ لا، من المساجين لا واحد يحكي ضميره، لا والله كل شيء ما تعرضنا. بس أنا أقول لك أكو واحد اسمه أبو زينب، شعل والد والدينا قيام جلوس، قيام جلوس. منو هذا أبو زينب؟ منو هذا؟ واحد هناك بالتفتيش. يعني ضابط جندي شنو وضعه؟ لا مجرد تفتيش يفتشون. نعم. كنت اقومنا قلت له خاله هي قاعد بالها قاعدين عليها، شنو ذنبنا احنا؟ من 11 ونص للصبح، من 3 ونص وكان توقع اختي شويه ضخمه. ضخمه جسمها ضخم، وكان نعم. توقع وتعض لسانها وتنجلط هناك. ويخابرونا الاسعاف وناخذها للناصريه، والله الناس ما قصروا، واحد يحكي ضميره. ما نعم. قصروا الدكاتره كلها ما قصرت. بس انا اقول لك نطلب من عندهم يطببوا لهم قماصيل، يطببوا لهم فشي يعني يدفون بيه، والله بارده خالص. نعم. برد. نعم. ومن ناس تدرن عنده سودة علي، يعني مو بس ابني، كل المساجين والله جابوا عليهم يرجفون رجل سودة عليهم من البرد. نعم. يعني قنصلتي يعني نزعوني اخذوها من عندي قنصلتي. نعم. احنا نطلب بدون قنصله والله العظيم، واحنا نسوان كبار يعني شنو ذنبنا احنا؟ يقول لنا عفو ويكذب علينا، كل شيء ما ينطينا. الله يكون بالعون. سيدة أم سامة نشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا هذه هي المضايقات التي قصدتها بسؤالي، تعامل غير لائق مع نساء عراقيات بهذه الطريقة اللي استمعت بها، يجردونهم في هذا البرد حتى من القماصل مثل ما قالت السيدة أم سامة، يعني تعامل غير إنساني وغير لائق. وهذا طبعا هذا الموضوع موجود في كل المعتقلات والسجون في العراق، يتعرض ذوي المعتقلين إلى إهانات، إلى إذلال، إلى مضايقات مستمرة من قبل المسؤولين عن السجون. السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الكريم، الدولار صعد والنزل والمشى النفط ووقف النفط، احنا شنو القاضينا؟ انت متاثر بالنهايه، انت المواطن واقع بيك. المواطن هو حياتنا كلها، نعرف الدولار، يلا هو الدولار عندهم للحكومه وللاحزاب مالتهم وشللهم. احنا الدولار ايش قاضين من عندنا؟ احنا بس الطماطات تاكل بسيارات نشتري ولا عندنا شركات. احنا نريد ان الحكومه مثل ما تعاملون بالدولار والنفط والبترول قدام العالم. احنا كشمال نريد بس الماي والكهرباء. نعم. ما نريد منكم شيء، طماطات احنا نشتريها من السوق بس الكهرباء والماي. كل شيء ابو علي، كل شيء ده تتفضل به، كل شيء ده تتفضل به مرتبط بالدولار وسعر صرف الدينار. ليش؟ لان العراق بلد استهلاكي، بلد مستورد يعيش على الاخرين. خلونا ذني الحكومات اللي جاوا بعد 2003 جعلوا العراق بلد يعتاش على الاخرين، وبالتالي انت مرتبط حياتك كلها مرتبطة بالدولار، لأن أنت عايش على الاستيراد، كهرباء، الأكل، الماي، كل شيء أنت عايش على الاستيراد، ما عندك شيء تنتجه. حبيبي الكريم اسمعني،
تفضل. احنا ما عندنا سيارات نشتريها ولا عندنا شيء نشتريه. هي الدوله زين لا عدد الدولارات والنفط يشغل مستشفياتها بالديوانيه حب جعل راس ما بيها. ايش دعوه الفاتوره مال كهرباء كل بيت 7 ملايين و8 ملايين منين نحن وكنا بالديوانيه طلبنا ما بي 10000 دينار ما نصرف صح الشطوط مالتنا صارت كلها مليون و500 منين مليون و500 احنا ما تقول لي يا سوداني يا وزارتي يا الاحزاب الشيعيه اللي انتم تقتدون بنفسكم وغشيتونا يا كذابه يا اسرائيليين يا يهود لعنه الله عليكم كل بيت 4 ملايين 5 كهرباء وكم خافوا الله لا مرجعيه تفيد وياكم ولا دول تفيد وياكم ولا انسانيه استعرضتوا فدهم من الغيره والناموس كله صارتم عنده من شطوط من صرف الطاعه 500000 ومليون دينار مال ماي كهرباء 5 ملايين 6 ملايين فاتوره عم تقبل الله الكريم الدواني اغلب بيوته ما طب المليون حياته كلها لبيوتهم. نعم سيد ابو علي. نعم انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. يعني الدولار والعملة معكوسة على كل جوانب الحياة في العراق ومتضررة طبعا المتضرر المواطن لأنه القطاعات كلها متوقفة، الإنتاج متوقف، الصناعة ميتة، الزراعة في طريقها إلى الموت، طبعا الجانب الصحي، التعليم وغيره. فهي كلها مرتبطة بالدولار، هي كلها مرتبطة بالعملة، والدينار العراقي من سيء إلى أسوأ، وبالتالي ترتفع التكلفة على المواطن والفقير اللي ما عنده منين يجيب. نذهب الآن مشاهدينا لنكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى مقطع آخر. نأتي الآن إلى فوضى السلاح. تتواصل النزاعات العشائرية في مختلف المحافظات العراقية بسبب انتشار السلاح وسطوة الميليشيات والأحزاب مع عدم فرض القانون. هذا الموضوع يسفر عن مقتل وإصابة العشرات، فضلا عن تهريب المدنيين ترهيب المدنيين في المناطق التي تشهد النزاعات. في هذا الموضوع أعلن مصدر أمني مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بنزاع عشائري مسلح لم تعرف أسبابه في مدينة الصدر الشرقية بغداد. وفي ذات المدينة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي استعراضا مسلحا لعشيرة حاولت عشيرة أخرى متنازعة معها السيطرة على جراج تديره بهدف الاستحواذ على ما يدره من عوائد مادية. على الرغم من أن المرآب تعود ملكيته لوزارة النقل في الحكومة إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا أمام صور الاستعراض المسلح وتبادل التهديدات بين عشيرتين متصارعتين على إدارة هذا الجراج. لنشاهد. نبقى في نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. في غضون ذلك قتل شخصان في الأقل بنزاع عشائري استخدم فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة قرمة علي شمالية محافظة البصرة بعد أيام قليلة من انتهاء بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. تبين الصور الواردة التي سنشاهدها بعد قليل انتشار مسلحين وعدد من الجثث في الشوارع أمام أنظار القوات الحكومية التي لم تحرك ساكنا لإيقاف الطرفين المتنازعين. لنشاهد. ماذا سويت؟
من أطلق النار مدني، وأنتم شاهدتم المسافة البسيطة ما بينهم ما بين سيارة تابعة للقوات الحكومية. نأتيكم بالتعليقات سريعا المشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذه اللقطات. مصطفى يقول: انتهى شهر العسل بالبصرة وعادت المشاكل العشائرية على أبسط الأشياء. أحمد الكعبي يقول: دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في البصرة ضعيف جدا ولا يكاد يكون لهم دور أصلا. ياسر يقول: كل الحكومات والقوات ثبتت فشلها في السيطرة على قرمة علي ونزع السلاح منها والسيطرة على الرمي العشوائي. ضمن التعليقات من ضياء يقول: الضابط المتواجد لو يعرف أكو دولة قوية رادعة تسندة وما حد يقدر يأثر على قراراتها ولا تجامل شيخ عشيرة أو مسؤول أو قيادي بفلان مكان، كان هذا الضابط ما بقى على هاي وقفته وكان لمهم بالبدي وطيح حظهم وصادر سلاحهم. هذه بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. معنا السيد سعد من بغداد، تفضل يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تحياتي لك ولكل العاملين وقناتكم الموقرة. حياك الله. طبعا نبدأ بموضوع رفع الدولار، يعني أنت تعرف أنه سعر الدولار هسه حاليا يزيد، وبالنسبة للناس الفقراء اللي الطبقة الفقيرة تدري أنه الحاجة من ربع دينار صارت ب 500. نعم. يعني تتصور هاي الطبقة الفقيرة شلون عايشة حاليا، شلون بتعاني. يعني أنا واحد من العالم أنه الحاجة اللي كنت أجيبها 250 دينار صارت ب 500. أنا عندي ثلاث أطفال، يعني بهالحالة شلون؟ يعني بطل الزيت اللي كان بثنين ونص أو بثلاثة صار بأربع ونص، وغيره من الشغلات تعرف يعني أطفال وبيت وكل شيء يحتاجون. يعني إلى متى نطيج؟ يعني ماكو أحد شريك يسمع صوتنا. الناس سعد، الناس العراقيين باكر راح يتجمعون أمام البنك المركزي تظاهرات للضغط على الحكومة في سبيل إرجاع سعر الصرف إلى ما كان عليه في السابق. هاي دعوات لكل العراقيين يا سعد، اللي متضايق من الوضع المادي الوضع الاقتصادي. الناس الشباب المتظاهرين دي يدعون العراقيين: تعالوا تفضلوا معنا أمام البنك المركزي نتظاهر ونضغط على هاي الحكومة. ان شاء الله ان شاء الله ثورة عراقية تصير امام البنك المركزي حتى يرجع الدولار على وادع يرجع على 120. يعني اكو جهات يعني مستفادة من سعر الدولار اذا يصعد، اذا صعد 160 170 كيفون حتى يصعد 200. يعني الناس يهمهم. نعم. ولذلك يا سيد سعد، ولذلك هذه الدعوات يجب أن يسمع لها العراقيون بشكل جدي ويتحركون باتجاه هذا الموضوع، لأنه مثل ما تفضلت، السياسي اللي عنده امتيازات وعنده المليارات والملايين وعنده الحمايات وكل شيء متوفر له ما يحتاج يقلق على سعر الصرف صار 160 170 ولا حتى 200 ألف لكل 100 دولار، ما محتاج يفكر بهذا الموضوع. لكن اللي واقع بيها هو المواطن الفقير مثل حضرتك وأصحاب الدخل المحدود. يعني أنا عامل يوم 15 ألف، يعني أضحكة أنه هذه حطابات كنت أجيب 19 ألف وطبق 15 ألف. نعم. يعني يوم أنت إلنا نمطيها وين أرديها؟ نعم. لحدنا عندي ثلاث جهات وعندي بيت وعائلة، وأنت تعرف مصاريف البيت شنو، وإحنا عائلة عراقية يعني وتعرف. نعم نعم. الله يكون بالعون يا سيد سعد. أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة، وأكرر مشاهدينا الكرام بأن هناك دعوات من جميع العراقيين للتظاهر يوم غد الساعة 12 ظهرا أمام البنك المركزي في العاصمة بغداد للضغط على الحكومة في سبيل إعادة سعر صرف الدينار العراقي إلى ما كان عليه في السابق، إلى أرقام مقبولة منطقية تعيد التوازن إلى السوق العراقية وتعيد التوازن إلى الوضع الاقتصادي. محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. قناة الرافدين البطلة. أهلا وسهلا. عمرك دولة ليس شيوخ العشاير، دولة العصابات دولة الأحزاب السابعة لإيران رحمة الوالدية. يا شيوخ، هي وين ظلت الشيوخ رحمة الموت؟ لا أكون شيوخ صدق، شيوخ عندنا ما خلوا العالم بسجون حد الآن بريين جاكتهم بهم ويأخذون من عندهم خواص رحمة الوالدية. يا شيوخ، يا من 2003 لحد الآن استوى هم
اما هم جماعه الاطاج يهربون الدولار يودون الايران الهالكي وهذا الخنزير هذا العامري سووا بالبلد عمي الشعب اللي يظل نايم وكفيلك محمد راح يموتون الشعب كله كله حيموتوا. شكرا جزيلا وصلت الفكرة. نعم أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد محمد من أمريكا مع التحفظ على بعض المصطلحات التي أو الكلمات التي وردت. أبو عبد الله من أربيل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحي قناتكم البطلة. حياك الله. على اتصال أستاذ. نعم. بالنسبة للدولار طبعا هو كله تقصير من الحكومة. إحنا كلنا نعرف العراقيين كلهم يعرفون. وما يحتاج أقول لك وتقول لي كلها تتهرب الفلوس غسيل أموال ونافذ رغبات حيل إيران ولبنان واليمن فلوسنا هذا تتهرب اللي هناك أستاذ إحنا نعرف والتقصير حكومة منين هي دبة الزيت كانت بألف زين 25% نبدأ صحة الدولار 25% يعني شغل يجي عليها أحسبها ليش تبحث من الألف دينار لأربعة آلاف طيب. نعم سيد أبو عبد الله هي القضية ليست فقط قضية إنه إيش قد ارتفع الدينار أو انخفض قيمة الدينار لازم بمقابلة تنخفض أكو أشياء هواية اقتصاديا تأثر على قيمة المنتجات لكن هو السؤال إنه ليش ما عادوا سعر الصرف إلى ما كان عليه مثل ما وعدوا الإطار التنسيقي قبل يجيبون السوداني قالوا الكاظم يسوى مؤامرة ودمر الاقتصاد وإحنا من نجي راح نرجع سعر الدينار ليش ما رجعوا 160 يقولون بال 160 يعني ما استعمل الدولار والله ما استعمل الدولار بس يقولون بال 160 عشان يورونا الموت ونضرب السخونة استاذ. طيب شكرا سيد ابو عبد الله من اربيل انا اشكر حضرتك. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع. ننتقل الى الموضوع الرابع لدينا في هذه الحلقة. يسعى العراق عبر التصريحات من المسؤولين الحاليين الى تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027 بالرغم من الأخطاء والفوضى التي صاحبت تنظيم بطولة كأس الخليج العربي 25 التي أقيمت في محافظة البصرة. طبعا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد قدم تعازيه لأسر الضحايا في التدافع الذي نتج عن سوء التنظيم في بطولة كأس الخليج العربي التي اختتمت في محافظة البصرة والتي فاز بها المنتخب العراقي. طبعا ردا على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية حول البطولة وما رافقها من حوادث أجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم برسالة نشرها رئيس الاتحاد جياني إيفانتينو عبر تطبيق إنستغرام قال فيها إن أفكار وصلوات المجتمع الرياضي مع الأشخاص الذين تعرضوا للحادث خارج ملعب البصرة الدولي ولا يوجد حاليا أي حدث رياضي دولي آخر من المقرر إجراؤه في العراق. في غضون ذلك طالب عراقيون بالتحقيق بملابسات حادثة التدافع التي حصلت بالإضافة إلى أسبابها وللوقوف على الجهة التي تتحمل المسؤولية. لنشاهد هذا المكان اللي أمس ناس به توفت واللي انكسرت واللي اختنقت هذا الولد شهود عيانه مس موجود. السلام عليكم خوي. وعليكم السلام خوي. شلون صارت هاي الأحداث أمس؟ صارت الأحداث البارقة منا قطع قوات عسكرية هذا الشارع كله المنفذ مخلين بس هذا منا هاي حفرة كان بيها طين وهذا منا هذا الشارع كله على طوله هم قوات أمنية الوحيد المنفذ الوحيد منا تعبر منا طب الطين وتصعد كانت الحفرة أغمق من هذا أغمق وهواي عالم راحت بيها طاحت بيها وهواي عالم راحت الضحايا بيها الله يرحمه ويشافي جرح إن شاء الله بحق محمد وحمد هذا هو الملعب. طبعا للأسف علم العراق على الأرض بهذا الشكل. نبقى مع نفس الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. ظهرت مشاكل في التنظيم منذ افتتاح البطولة بطولة كأس الخليج العربي قبل أسبوعين إذ لم يتمكن صحفيون وآلاف من المشجعين من حاملي البطاقات من الدخول إلى الملعب بدون أسباب واضحة. تداول عراقيون صورا تؤكد مشاركة أمن ميليشيا الحشد في تنظيم دخول الجماهير وحملوهم مسؤولية افتعال الفوضى كونهم غير مدربين على هذا الأمر الذي يحتاج لحرفية عالية. دعونا الآن نشاهد جانبا من هتافات أمن الحشد التي تداولها العراقيون في هذا المقطع.
نستمر مع هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. سرعان ما أقر محافظ البصرة أسعد العيداني رسميا باشتراك أمن ميليشيا الحشد في تأمين البطولة على حد زعمه خلال زيارة وفد المنتخب لمقر ميليشيا الحشد في العاصمة بغداد في وقت لم يكن فيه هذا الأمر معروفا على الصعيد الرسمي، وبقي طي الكتمان حتى انتهت البطولة لكي لا يثير حفيظة الفرق الخليجية المشاركة كما يؤكد مراقبون. لكنه في الوقت ذاته يؤكد تورط هذه الميليشيا وضلوعها بالفوضى التي تسببت بوفاة وإصابة العشرات من المشجعين العراقيين. دعونا الآن نستمع لاعتراف أسعد العيداني. بالذكر أثناء المباريات أحب أشكرهم، قد يكون أنه قواتنا الأمنية كلها بطلة في أثناء إدارة المباريات، لكنه أمن الحشد حقيقة والشيخ علي على رأسهم أدوا دور رائع بهدوء تام، بحيث أنه كانوا جنود مخفيين أثناء إدارة حفظ الأمن بالمباريات. نعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا المقطع. محمد يقول: الكل يريد يضم هذا الإنجاز إلى خانته السياسية بعد أن فشلوا في تحقيق إنجازاتهم. إسراء تقول: والله لو أني من المنتخب أعتزل حتى اللعب على هالسوالف، صار أسبوع كرهتونا بالطابة. سمير يقول: حين يحدث نجاح في حدث ما في العراق نرى جميع السياسيين وأحزابهم حاضرون لالتقاط الصور والبحث عن حصة في النجاح، لكن في ملفات الفشل كملف الكهرباء، الخدمات، الاقتصاد وخاصة موضوع الدولار، الجميع لا يرغبون بالظهور والتقاط الصور. تعليق من داني يقول: منتخب الأحزاب، الله يطيح حظكم، والله لو نعرف بيكم هيك تسوون كلنا كان شجعنا عمان. داني يبدو غاضب من ما قام به وفد المنتخب بزيارة شخصيات محسوبة على هذه العملية السياسية، أساس من أساسات من أسس العملية السياسية، لديهم ميليشيات مسلحة تسببوا بالفوضى والدمار والخراب للعراق والعراقيين، ومع هذا ذهبوا لهم ليلتقطوا الصور معهم. هناك غضب كبير من تصرفات المنتخب العراقي والقائمين على الرياضة في العراق بتسييس الرياضة بهذا الشكل وبتوجيه أو برمي المنتخب في أحضان زعماء ميليشيات. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. ما دلالات التقارب العراقي العربي بعد نحو 20 سنة من الابتلاع الإيراني له؟ هل تحمل بطولة خليج 25 دلالات واضحة على الانفجار الشعبي العراقي ضد الاستحواذ الإيراني؟ وإلى أي مدى يمثل الاستحواذ الإيراني عقبة ضخمة أمام رجوع العراق لحاضنته العربية؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان: هل يراد إرجاع العراق لعمقه العربي؟ أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. ننتقل الآن إلى فقرة إنفوغرافيك. حذر باحثون تربويون من خطر عمليات التدمير الممنهجة بحق المنظومة التعليمية في العراق بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم الذي يحتفي العالم فيه في 24 من كانون الثاني من كل عام. وصف الباحثون التعليم في العراق بالفقير والمتهالك بسبب النهج الذي تتبعه الحكومات المتعاقبة لإسقاطه من خلال تكليف عناصر غير مؤهلة لقيادة دفة التعليم في البلاد. ويمر التعليم في العراق بمأزق جدي على مستوى البلاد التي عانت منذ الاحتلال منذ عام 2003 من أزمات سياسية وأمنية انعكست سلبا على واقع التعليم وأثرت بشكل كبير على هذا القطاع حتى وصل إلى أدنى المستويات في التصنيفات العالمية. المزيد من هذه التفاصيل سنتابعها في الانفوغرافيك الآتي الذي عده قسم التواصل الاجتماعي
في قناة الرافدين الفضائية. الآن مشاهدينا الكرام نصل إلى فقرة الهاشتاج. جدد الخريجون الأوائل المستبعدون من قانون المطالبة بإنصافهم وشمولهم بالتعيين في موازنة 2023، وطالب الخريجون الأوائل بإعادة النظر بقضيتهم بعد صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء دمجت بموجبه الدراستان الصباحية والمسائية لأخذ الثلاثة الأعلى معدلا منهما واستبعاد الثلاثة الآخرين. وطالب الخريجون الجهات المعنية بإنصافهم وإلغاء كتاب الاستبعاد وشمولهم بالتعيين وفق أو طبعا تداول وسم إدراج دفعة 22 قانون 67 بالموازنة، والذي اخترنا لحضراتكم بعض التغريدات منه. حسن يقول: نطالب وزارة المالية بإدراج أوائل دفعة 2022 في الموازنة العامة 2023 لكي ننشمل بالتعيين أسوة مع الدفعات السابقة. قانون 67 قضيتنا. تغريدة من رغد عبد الأمير تقول: أوائل العراق دفعة 2022 ضمن قانون 67 يطالبون بإدراجهم بالموازنة العامة لسنة 2023، التعيين مطلبنا. تغريدة من محمد ثائر يقول: نطالب الإنصاف من الحكومة العراقية من خلال تخصيص أموال وإدراج فقرة تعيين الثلاثة الأوائل على الأقسام لدفعة 2022 ضمن قانون 67 في الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023. يامن يقول: نطالب وزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي بعملية تدوير الفائض من الدرجات 74,000 المستحدثة للأوائل وحملة الشهادات العليا للسنوات السابقة، وتعيين أوائل دفعة 2022 الذي لم يحصلوا على كود. هكذا يقول. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.